كابتن ابو العز برضو من اللحظات التاريخيه في حياته، 3 كاس مصر تلقيت. وصلت 65 66 67 ولعبت وشاركت في 2 في الثلاثه، شاركت في الثلاثه لكن في بطوله الاهلي خدها منكم اللي هي ال 66 66 وفي 2 نادي ترسانه فاز بيهم وكان ليك دور في المباراتين 65 دول. يا اسامه لو تعرف احنا لعبنا في التصفيات، لعبنا القناه، القناه كسبنا 1 كسبنا 4، طلعنا الدور اللي بعديه كسبنا المصري 4، والمصري كانت فرقه ما شاء الله، محمد بدوي وكانت فرقه المصري ما حدش يكسب في بورسعيد، كسبناهم 4-1 برضه. رحنا المحله سيمي فاينل بنلعب الاولمبي، الاولمبي كابتن شاذلي جاب 4 اجوال. انتوا شغالين بالاربعه 4 كاس مصر ده 65 في الدور النهائي البطوله كسبنا السويسري الرياضي 4، يعني جبنا 16 جون دخل فينا 3. ده بطولة الأربعات دي. أربعة. لأن كان عندنا خط فراودة كويس ووسط ملعب، والراجل عمل تغيير كبير من مستر ماتيكان. كسبنا 4. لما وصلنا في الفاينل مع النادي الأهلي كان النادي الأهلي يعني في 66 ما كانش واخد حاجة خالص. فكان عارف كان ماتش من أصعب الماتشات اللي لعبناها. دي البطولة اللي فاز بها النادي الأهلي. النادي الأهلي كسبنا 1-0 وأسامة يوسف. اللي هو اللاعب السوداني. 67 كسبنا الاسماعيلي، طلعنا الاسماعيلي 2 مع ان الاسماعيلي خد الدوري. لدرجه الناس بنلعب الاسماعيلي دوري وكاس. والاسماعيلي بيلعب مع الاهلي بطوله دوري، هم ماشيين اول وتاني. فالاسماعيلي هيلعبنا دوري. كسبونا 2-1 في ملعب الترسانه. للاسف كنا غالبين 1، وكان عاده اللعيبه المصريين افتخرنا الماتش انتهى. فكان على ابو جريشه رجع تاني الاسماعيلي، الاسماعيلي على ابو جريشه فخرج، فايه فكينا قلنا ما خلاص طالما علي خرج يبقى خلاص نزلوا واحد اسمه محمد عباس. كان فينا جونين والعربي جاب جون الوحيد اللي جابه في حياته. كسبونا 2-1. فالناس اتهمونا ان احنا سايبين الماتش لمين؟ للاسماعيلي. هنلعبهم كاس في ملعبنا، عوضته بقى احنا كسبنا 2-1. فقالوا شفتوا دول متفقين هيسيبوا لهم الدوري، اللي هو الماتش اللي الاهلي راح هناك اسماعيليه وخسر الدوري من الاسماعيلي بالجون بالبنالتي بتاع على ابو جريشه. وبعدين كسبنا الاسماعيلي وكسبنا الاهلي في السيمي فاينال الكاس، ولعبنا بقى النهائي كان في الاولمبي اللي هو يوم 4 يونيو 67 ده قبل النكسه، بنلعب الاولمبي يوم 29 يا ربي يوم 29/5 من لاعب الاولمبي في الاستاد. الاولمبي فرقه قويه جدا طبعا، فطبعا بدوي مش 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 عارفين، وانا كنت قوي. طب هنعمل ايه وعندنا مجرد ما تروح لعز، عز كان الاسبرينت بتاعه صعب، عز الدين يعقوب انا كان الراجل مستر ماتيكالو قال لي ادي نفسك 10 يارده تعمل فرق المسافه تحت دي تحت، كان زمان بنلعب سردباك وستوبر فكان جنبي الكابتن خيري، فخيري قال له بص انت لو سمحت انت ما في مخ مستر ماتيكال بس كان قوي ويأمن، قال له اسمع ودنك اديها لابو العز. كسبناهم 1-0 للأولمبي. عشان نكسب 1-0 وانا يعني كان بدون قصد، كان الكابتن بدوي بيلعب علي، فكنت كل ما اخش معاه بحضن جامد فخبط فيها 3-4 مرات فخرج، مش فاولات كابتن بدوي كان كبير في السن غاير. فاضل 3 دقايق يا اسامه، فخيري كعادتنا كلاعيبه مصريين خلاص يلا نطلع وبتاع، قلت له مستر ماتيكالو لك انت قدام وانا تحتيك، قال لي لا اسمع الكلام، وراح مزعق لي هو كبير اسمع انت الكلام، ورحت قلت له حاضر يا كابتن خيري، رحت طالع تعادل الاولمبي وقتها لا ده في سبرنت عز الدين عمله بقى عز احنا في السنتر وعز على 18 انفراد، لولا ان الكابتن بهاء كان الله يرحمه كان جون كويس قوي الانفرادات كان الترسانه كانت مميزه بالحراس بتوعها، عندنا 3 وجي الرابع حسن علي. كان عندنا الكابتن بهاء، كابتن طلعت لعبوا دولي الرشيدي وبعدين طلع حسن علي. دي كانت ميزه محظوظه الترسانه بالحراس، الترسانه بالحراس وخدتوا انتوا الكاس، خدنا الكاس من الاولمبي، كانت اول مكافاه كابتن ابو العز من الدرجه الاولى بقى من الترسانه، كانوا 3 جنيه ونزلت وسط البلد واشتريت وحاجات كتير وكان بجنيه وقتها.
صرفت من 3 جنيه جنيه. لما خدت بطولة كاس مصر بقى 65 و67، كانت المكافأة كام على الدرجة الأولى وقتها؟ كانت 67 بعدد الماتشات عشان اللائحة اللي عاملها مستر ماتيكار. خدت 36 جنيه كلهم فكة جنيهات. طب مشيت بيهم ازاي دول؟ رحت البوسطة حطيت 30 جنيه وحوشتهم بقى، شلتهم عشان وصرفت 6 جنيه. فدي كانت أعلى مكافأة من نادي الترسانة، كان 36 جنيه. 36 جنيه مكافأة الفوز بكاس مصر سنة 67.